النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك صفوة الإسلامي. LG. المناصير للزيوت والمحروقات. العملاق، مش كل من نظف عملاق. حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده. المركزية، وكلاء تويوتا ولكزس. سبوي. شيفت، حوالات مالية فورية. مجمع الملك الحسين للأعمال. متابعينا الكرام في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية. ارتفعت درجات الحرارة نهار هذا اليوم الأحد، وكانت الأجواء أكثر دفئا مما كانت عليه خلال الأيام الماضية، وكان الطقس ربيعيا دافئا، واقتربت درجات الحرارة من معدلاتها بعد فترة طويلة نسبيا من وجود درجات حرارة دون المعدلات بشكل عام. نبدأ هذه النشرة الجوية بخرائط ما يسمى بتحركات الكتل الهوائية ودرجات الحرارة في طبقات الجو العليا. إذن اليوم الأحد وغدا حتى الاثنين تبقى المملكة تحت تأثير كتلة هوائية دافئة بشكل عام، درجات حرارة تكون قريبة من معدلاتها، مع طقس ربيعي دافئ في أغلب مناطق المملكة لكنه مائل للحرارة في مناطق الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة بشكل غير معتاد لمثل هذا الوقت من العام، وربما نستطيع أن نقول أنه نادر في شهر 5 شهر أيار مايو. تندفع إلى المنطقة الشرقية البحر الأبيض المتوسط كتلة هوائية باردة، هذه الكتلة الهوائية الباردة قادمة من الأراضي الأوروبية نحو شرقي البحر الأبيض المتوسط، وأنها متوغلة إلى الجنوب بشكل كبير. من المتوقع أن تندفع هذه الكتلة الهوائية الباردة مع ساعات ما بعد ظهر يوم الثلاثاء، ويتوقع أن تعبر أجواء المملكة كما تلاحظون مع ساعات مساء الثلاثاء وليلة الثلاثاء على الأربعاء، لتسيطر على الحوض الشرقي الكامل للبحر الأبيض المتوسط وكافة مناطق بلاد الشام بما فيها المملكة. هذه الكتلة الهوائية الباردة مرافقة لتأثير منخفض جوي، هذا المنخفض الجوي مصنف في أروقة طقس العرب بأنه من الدرجة الثالثة، وهي درجة عالية الفعالية، كونه يقع في فترة غير معتاد بها تأثير منخفضات جوية بها على المملكة، كما أنه مترافق فعليا بأحوال جوية عالية الفعالية ومضطربة بوجه عام. هذه الكتلة الهوائية الباردة تسيطر على أجواء المملكة ليلة الثلاثاء الأربعاء ومرفقة بأحوال جوية غير مستقرة للغاية، وتستمر تأثيرها حتى يوم الأربعاء، ثم تتحرك إلى الشرق مبتعدة عن المملكة باتجاه الأراضي العراقية اعتبارا من ساعات نهار يوم الأربعاء بمشيئة الله تعالى. فيما إذا انتقلنا إلى خرائط الهطولات المطرية المتوقعة بحسب النماذج الجوية العددية، فهناك بعض الأحوال الجوية غير المستقرة تبدأ اعتبارا من ساعات نهار يوم غد في أقصى مناطق جنوب وشرق المملكة لكنها بعيدة عن المدن الرئيسية. يستمر الطقس غدا ربيعي دافئ في أغلب المناطق مشابه لما كانت عليه الأجواء نهار هذا اليوم، أيضا تكون درجات حرارة قريبة من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام، الطقس مائل للحارة في مناطق الأغوار والبحر الميت بالإضافة إلى منطقة خليج العقبة بمشيئة الله تعالى. أما يوم الثلاثاء فكما تلاحظون اعتبارا من ساعات، إذا هذه ساعات الصباح، ساعات بعد الظهر يتوقع أن يبدأ تدريجيا عبور جبهة هوائية باردة مرافقة لهذا المنخفض الجوي، هذه الجبهة عالية الفعالية ومترافقة مع أحوال جوية غير مستقرة للغاية تؤثر على مختلف مناطق المملكة، كما أنها تكون مصوبة بنشاط كبير في سرعة الرياح السطحية مما سيؤدي إلى إثارة الأتربة وتشكل عواصف وموجات غبارية في المناطق الصحراوية. نعود إلى توقعات الأمطار، إذن هذه توقعات الهطولات المطرية اعتبارا من ساعات ما بعد ظهر يوم الثلاثاء، تتكاثر كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة إبان عبور هذه الجبهة، تنشط سرعة الرياح، يطرأ انخفاض كبير على درجات الحرارة، حيث أن درجات الحرارة خلال ساعات النهار تكون يعني في ساعات النهار الأولى تكون مرتفعة وتبقى الأجواء دافئة في ساعات صباح الثلاثاء، ولكن مع بداية عبور هذه الجبهة الهوائية الباردة اعتبارا من ساعات ما بعد ظهر يوم الثلاثاء يتوقع بمشيئة الله تعالى أن يطرأ انخفاض متسارع على درجات الحرارة، تتكاثر كميات من السحب والغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتتهيأ الفرصة بمشيئة الله تعالى لهطول زخات رعدية من الأمطار في مناطق مختلفة من المملكة سواء في الشمال في الوسط أو في الجنوب، وليس بعد تكون هذه الأمطار غزيرة إلى غزيرة جدا
جدا احيانا في بعض المناطق، ومترافقه مع تساقط زخات من البرد ايضا في مناطق مختلفه من المملكه. كما تلاحظون على هذه الخريطه ايضا هناك غزاره عاليه متوقع الامطار في اجزاء واسعه من المملكه، ابان عبور هذه الجبهه الهوائيه البارده مع ساعات مساء يوم الثلاثاء، وهي ذروه تاثير هذه الجبهه الهوائيه البارده. يتوقع كما تلاحظون ان تشهد مناطق واسعه من المملكه هطولات رعديه مطريه غزيره ومترافقه مع تساقط زخات من البرد. يخشى في هذه الاحوال الجويه ان تجري السيول والاوديه بشكل كبير، تتشكل السيول تجري الاوديه، يرتفع منسوب المياه في العديد من المناطق بسبب كثافه وغزاره هذه الامطار المتوقعه اعتبارا من ساعات ما بعد ظهر يوم الثلاثاء. وتستمر هذه الامطار بحمد الله وبمشيئه الله بالهطول حتى ساعات ما بعد منتصف ليله الثلاثاء الاربعاء، يستمر الهطولات المطريه في مناطق مختلفه من المملكه بمشيئه الله تعالى، وتبدا بالتراجع التدريجي اعتبارا من ساعات صباح يوم الاربعاء، وتستمر الفرصه مهيئه للامطار حتى ساعات ما بعد ظهر يوم الاربعاء كما تلاحظون بمشيئه الله تعالى، سواء في المنطقه الشماليه الوسطى وبعض الاجزاء الجنوبيه من المملكه. بشكل عام حتى يوم الاربعاء يسود طقس شتوي بارد نسبي غالبا غائم مع هطول زخات من الامطار متفرقه ما بين الحين والاخر، تكون في خاصه المنطقتين الشماليه والوسطى من المملكه بمشيئه الله تعالى. اذا هذا كرسم توضيحي، منخفض جوي من الدرجه الثالثه يؤثر على المملكه مترافق مع جبهه هوائيه بارده في مقدمه كتله هوائيه بارده تعبر اجواء المملكه تدريجيا اعتبارا من ساعات ما بعد ظهر يوم الثلاثاء، مترافقه عفوا مع غبار ونشاط كبير في سرعة الرياح ابان عبور هذه الجبهة، بالإضافة لتكاثر لكميات من السحب الركامية الرعدية الممطرة في المناطق الشمالية الوسطى والجنوبية وبعض المناطق الأخرى، بما يعني أن معظم مناطق المملكة مع ساعات ما بعد ظهور يوم الثلاثاء معرضة لأن تتعرض لزخات رعدية من الأمطار ذات طابع غزير ومترافقة مع زخات من البرد. إذن منخفض من الدرجة الثالثة متوسط إلى عالي الفعالية غير معتاد ومتأخر لمثل هذا الوقت من العام، نحن في شهر 5. البعض قد يقول صادفنا في العام الماضي بعض الأمطار في شهر أيار، صحيح، ولكن ليست على هيئة منخفض جوي. كما أن معدل درجة الحرارة العظمى الآن في شرقي العاصمة عمان على سبيل المثال يبلغ تقريبا حوالي 27 درجة مئوية. درجة الحرارة العظمى المتوقعة في بعض المناطق في عمان يوم الأربعاء لا تصل أكثر من 15 درجة مئوية، وبالتالي درجات الحرارة أقل مما هو معتاد عليه، المعدل السنوي أقل مما هو معتاد عليه لمثل هذا الوقت من العام بأكثر من 10 درجات مئوية. إذن منخفض جوي من الدرجة الثالثة، كميات الأمطار يصعب تحديدها في مثل هذه الأوقات، دائما في فصول الربيع والخريف يكون هناك عدم استقرارية كبيرة في الأجواء، وبالتالي كميات أمطار قد تكون أحيانا أعلى بكثير مما هو متوقع بحسب نماذج التنبؤات العددية أو حتى أقل، لكن ما ارتاى إليه فريق طقس عرب أن كميات أمطار تتراوح بين 10 إلى 50 ملم، تصل سرعة هبات الرياح إلى 90 كم بالساعة في المناطق الصحراوية من المملكة على سيما الشرقية منها. تأثير هذا المنخفض سيكون في أغلب المناطق، مدة التأثير تتراوح تقريبا بحد أقصى 30 ساعة، تبدأ من بعد ظهر يوم الثلاثاء وتستمر حتى مساء يوم الأربعاء، ودرجات حرارة تتراوح ما بين 8 إلى 16 درجة مئوية تقريبا. لا يوجد طبعا تساقط ثلوج في هذا المنخفض الجوي، ولكن يوجد زخات من البرد متوقعة بمشيئة الله تعالى. إذن هذا الأمر بالنسبة ليومي الثلاثاء والأربعاء، لكن نعود إلى الأحوال الجوية المتوقعة خلال 24 ساعة القادمة. هذه الليلة يكون الطقس يطرأ ارتفاع حقيقة على درجات الحرارة الليلية بالمقارنة عما كانت عليه في الليالي السابقة، بمعنى آخر يكون الطقس أقل برودة مما كانت عليه الأحوال الجوية في الليالي السابقة. الطقس خلال فترة السحور بالرغم من هذا الارتفاع درجات الحرارة لكنه يبقى غير مناسب للجلوس في الشرفات الخارجية في بعض المناطق والمرتفعات الجبلية. درجة الحرارة الصغرى هي 13 درجة مئوية، ولكن الأجواء صافية، قد تكون الأجواء مناسبة للجلوس في الخارج في بعض المناطق في ساعات الليل الأولى، ولكن فعليا ما زال الطقس بارد وهناك يعني انخفاض متسارع درجات حرارة في ساعات الليل، ولكن كنسبة وكمقارنة مما كانت عليه درجات حرارة هذه الليلة
والليالي السابقة فهي أعلى مما كانت عليه في الليالي السابقة. غدا بمشيئة الله تعالى يستمر الطقس ربيعي دافئ في أغلب مناطق المملكة، يكون مائل الحرارة في مناطق الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة وربما أيضا مناطق البادية الشرقية من المملكة اعتبارا من ساعات ما بعد الظهر والعصر والمساء. تنشط سرعة الرياح بشكل لافت في المناطق الجنوبية الشرقية من المملكة على وجه الخصوص، مما يؤدي إلى حدوث موجات غبارية وتدني كبير لمدى الرؤية الأفقية. كان هناك حالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي في هذه المناطق، مناطق البادية، ربما ينتج على إثرها هطول زخات محلية من الأمطار في تلك المناطق. بالنسبة للأحوال الجوية المتوقعة غدا وقت الإفطار، درجة حرارة غدا دافئة نسبيا، تكون درجة حرارة 20 درجة مئوية، وبالتالي لمن يريد الإفطار في شرفات المنزل على سبيل المثال في الخارج غدا فالأجواء نوعا ما مقبولة إلى جيدة، هناك أجواء أدفأ من ما هو كانت عليه في الأيام الماضية مع ساعات الإفطار. دعونا الآن نستعرض معكم سوية درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا والصغرى في الليلة التي تلي القادمة والأحوال الجوية في محافظات المملكة. نبدأها من المناطق الشمالية من المملكة، في إربد من 25 إلى 14، في جرش من 24 إلى 13، في عجلون من 22 إلى 12، أما في المفرق من 26 إلى 15 درجة مئوية. المناطق الوسطى من المملكة في العاصمة عمان من 23 إلى 13، في السلط من 26 إلى 15، في مالبة من 26 إلى 13، في البحر الميت من 32 إلى 20 درجة مئوية، أما في الزرقاء من 26 إلى 15 درجة مئوية. في المناطق الجنوبية في الكرك من 21 إلى 12، في الطفيلة من 23 إلى 15، في جبال أشرار من 24 إلى 13، أما في معان من 27 إلى 15، ولكن نلاحظ أن الأجواء ربما تكون مغبرة في بعض مناطق البادية الجنوبية الشرقية. أما في خليج العقبة فترتفع درجة الحرارة العظمى في ساعات النهار إلى 32 درجة مئوية، يقابلها 23 درجة مئوية في ساعات الليل، مع نشاط في سرعة الرياح الجنوبية المتوقعة في خليج العقبة، وربما يكون غدا ارتفاع الأمواج جسر ما بين 25 إلى 50 سنتيمتر. في المناطق الشرقية من المملكة تكون في الرويشد من 30 إلى 16، في الصفاوي من 30 إلى 14، أما في الأزرق من 31 إلى 17. مع التنويه أن هناك فرصة ضعيفة غدا في مناطق البادية سواء الجنوبية أو الشرقية لأن تهطل بعض الزخات المحلية من الأمطار بسبب تأثير أو تأثر حالة من عدم الاستقرار الجوي. الأحوال الجوية المتوقعة خلال الثلاثة أيام القادمة، إذن غدا قلنا أن الطقس سيكون ربيعي دافئ من 23 إلى 13 درجة مئوية، ولكن يوم الثلاثاء تعبر الجبهة الهوائية الباردة بعد الظهر، وبالتالي خلال ساعات النهار الأولى ترتفع درجات حتى تسجل 21 درجة مئوية في ساعة النهار، لكن بعد الظهر ومع ساعات العصر والمساء يحدث انخفاض متسارع على درجات الحرارة، حتى درجات الحرارة في ساعات الليل تهبط في العاصمة إلى 10 درجات مئوية وربما أقل وسط أجواء باردة نسبيا في ساعات الليل وفرصة للأمطار الرعدية. كذلك سيكون هناك غيوم ملامسة لسطح الأرض مما يؤدي إلى تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية. أما يوم الأربعاء فكما تلاحظون الطقس في ساعات النهار شتوي بارد نسبي، درجة الحرارة تقريبا 15 درجة مئوية وهي أقل بكثير مما هو معتاد عليه لمثل هذا الوقت من العام، مع بقاء الفرصة مهيئة لزخات من الأمطار خاصة في منطقتين الشمالية والوسطى، مع نشاط واضح ولافت في سرعة الرياح التي تكون مثيرة للغبار في المناطق الشرقية من المملكة. في ساعات الليل يتراجع تأثير هذا المنخفض الجوي والكتلة الهوائية الباردة وتبدأ السحب بالتناقص التدريجي، وتكون الأجواء باردة بوجه عام، تسجل درجة حرارة 9 درجات مئوية، إلا أن فرص الهطول تقريبا تكاد تبدأ بالانعدام في ساعات ومساء يوم الأربعاء وليلة الأربعاء على الخميس. قبل الختام هناك بعض التوصيات الهامة بشأن المنخفض الجوي القادم على المملكة يوم الثلاثاء. نبدأها أول شيء الانتباه من تشكل السيول وجريان الأودية وارتفاع منسوب المياه بسبب غزارة الأمطار، يعني ما نفرط في موضوع أن الطقس الآن في شهر خمسة، بالعكس الفرص لتشكل السيول وجريان الأودية تكون أعلى ما يمكن في هذه الأشهر، وبالتالي يجب علينا الانتباه من الابتعاد عن مجاري الأودية خاصة للقاطنين في مجاري وبطون الأودية، عليهم الانتباه من هذا الأمر بشكل جيد. الأمر الآخر هو الانتباه من شدة العواصف الرعدية التي ستحدث مع ساعات ما بعد الظهر ومساء يوم الثلاثاء بمشيئة الله تعالى، التي ربما تكون عنيفة في بعض المناطق وقد تحدث بسببها الصواعق. الأمر الأخير هو الانتباه الإخوة المزارعين، الانتباه من تساقط زخات البرد، هناك طبعا نعلم أن هناك أضرار تنتج عن تساقط زخات البرد، وبالتالي ندعوكم إلى الانتباه وحماية مزرعاتكم بالطرق المثلى التي تجدونها من خطر تساقط زخات البرد، بالإضافة إلى انجراف التربة بسبب
غزارة الأمطار وجريان الشعاب والأودية في بعض المناطق، وبالتالي بسبب غزارتها قد يحدث لدينا انجراف التربة. كذلك يجب علينا الانتباه من نشاط سرعة الرياح الكبير في بعض المناطق. أتمنى لكم السلامة جميعا، سنكون معكم في تغطية موسعة وشاملة أكثر لهذا المنخفض الجوي إن شاء الله نهار يوم الغد. يعني دائما ندعوكم إلى تحميل تطبيق تقس العرب ومتابعتنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو زيارة موقعنا الإلكتروني ليصلكم كل ما هو جديد بشأن الأحوال الجوية. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.